ما عندناش مشكل احنا. احنا ما عندناش مشكل. ما عندناش مشكل، احنا لا يجب ان يتوقف المغرب على 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 التجمع الوطني الاحرار ولا على شي هيئه واحده اخرى. هذا المغرب، هذه بلاد. وانا متفق معاه، ما خصوش يتسنانا. شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ هذه ما كاينش مشكل، ما كاينش، ما الامور تكون واضحه، ما كاينش مشكل. احنا ما لا نلهت عن 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 المواقع ياخذوا التاريخ ديال التجمع. وحنا كنسكتوا كنحشموا ولاد الناس وكنسكتوا، هذا دابا ما بقيناش غنسكتوا، غنبداو ندافعوا على روسنا ونبداو ندافعوا على المسائل، لانه ملي كندافعوا على روسنا كندافعوا على مجموعه هذه القيم اللي كنامنوا بها. اما هذه القيم اللي ضيعناها خلال الخمس سنوات الماضيه ترجع، واما ما غنساهموش، ما يمكنناش نساهموا في في تدمير البناء من حوالي 60 سنه، الناس اللي اشتغلوا عليه والناس اللي هذا والاجداد ديالنا والاباء ديالنا الى غير ذلك واصدقاء ديالنا، وبكل الالام التي عانى منها الجميع. اليوم وصلنا واحد المرحله ديال نظام ديمقراطي في طور التحسن، ونشوف حنايا ونهدموا داكشي كلشي ونضم. هادشي لا نسمح به.